ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد القادر النايل. أستاذ عبد القادر، بداية مرحبا بكم. مفوضية حقوق الإنسان تقول إن 80% أو 80,000 حالة تسمم بالمياه الملوثة في البصرة الآن هي موجودة. ماذا تنتظر الحكومة في بغداد بعد كل هذه الأعداد؟ يعني تهريب النفط مثل ما تحدثت النائبة ماجدة التميمي على قدم وساق، و 95% من واردات المنافذ الحدودية ومن تهريب النفط كله إلى جيوب الأحزاب والميليشيات. يعني كيف تصف الحالة، الموقف الحكومي من كل ما يجري في العراق في البصرة تحديدا؟ أهلا وسهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. من المعلوم تماما وبات واضحا لكل الشعب العراقي أن الموقف الحكومي دائما حقيقة يبحث عن ما يؤهل استمراره في الحكم، وبالتالي هو يتعامل مع طبقة فاسدة سياسية هي التي ستصوت على بقائه وهي التي ستعمل على استمرار حكمه. وعلى هذا الأساس فلا بد أن يكون هذا الطرف الحكومي أو الحكومة ممن يجامل هؤلاء، بل ممن يتعاون معهم على الفساد، وممن يغطي جميع أطر عملياتهم الممنهجة سواء في سرقة النفط أو المال أو التستر على الانتهاكات الصارخة في حقوق الإنسان المتمثلة في ذات المواطن العراقي، لأن هذا المواطن العراقي ليست مادته التي توصله إلى الحقوق. على هذا الأساس تجد أن التقصير الحكومي في جميع الملفات هو ليس تقصيرا جاء بناء على أنهم لا يفهمون ولا يريدون العمل، لكنه هو تقصير ممنهج متعمد من أجل حماية هؤلاء الفاسدين الذين هم أساس هكذا عمليات أصبحت على المواطن فيها انتهاكات على جميع المستويات. عندما تقول أن هناك تعذيبا في السجون، لا يمكن للحكومة أن تزدري أو أن تحاسب أو أن تتابع منظمات كبدر وغيرها التي تستولي على السجون وعلى ورش التحقيق لهؤلاء. وكذلك ينعكس الحال على التسمم، فإن هناك عملية ممنهجة في البصرة وغيرها، ولكن البصرة أصبحت حالة واضحة للعراقيين بأن هناك أعداد تتزايد في عملية التسمم من قبل الماء. بل أزيدك على أن هناك بعض الأطباء الشباب الذين حللوا بعض المياه القادمة من حور عبد الله باتجاه البصرة أن هذه المياه موجود فيها مواد فرض عادة تماما تصيب الأمعاء بطريقة واضحة، ولذلك إذا ما طبقت المعايير الحقيقية لوجدت أن عملية السرطان المنتشرة في البصرة فظيعة، ربما تكون أكثر عدد حالات التسمم الذي نتكلم عن 80,000 حالة مكتشفة. لذلك تتستر الحكومة على الفاسدة وزيرة الصحة عديلة لأن أخوها قد رشى جميع الأطراف الثانوية، وبالتالي أصبح بوابة وبابا يدور لهم المال، يعني الصور الحالية المسروق من الوزارة، وكذلك الذين حقيقة يساهمون في عملية عدم إصلاح المضخات أو محطات ماء التحلية. الصور الحالية التي نتابعها عن البصرة وجميع الصور الحديثة كلها تدل على أن هذه المحافظة فقيرة جدا، نفايات متراكمة، أنهار جافة، تلوث، أكثر من 80,000 مصاب بالتسمم بسبب المياه. يعني الأمر متدهور جدا جدا. في المقابل مجلس البصرة يطالب بحق المحافظة نصيبها من البترودولار والمنافذ الحدودية. نسمع دائما عن البترودولار والمنافذ الحدودية والملايين من الدولارات التي تدخل إلى البصرة، والنواب يتحدثون عن أنها تبقى في ضمن حيازة الأحزاب وضمن حيازة الميليشيات ولا تذهب إلى أهل البصرة لمتابعة مظلمتهم. أين تذهب هذه المستحقات أستاذ عبد القادر؟ لماذا لا تصرف؟ هل هناك يد قوية تمنع الحكومة من التصرف بهذه الملايين من الدولارات؟ أولا، مجلس المحافظة هو جزء من هذه الأحزاب، وأن هذه الأحزاب الحاكمة هي التي قدمت هؤلاء، وهؤلاء تماثلة الأحزاب في الجهاز الحكومي المحلي، وهم نفسهم ذاتهم متواجدة أحزابهم في تشكيلة الحكومة. إذا ما قلنا عن السائرون أو ما يسمى تيار الحكمة أو المجلس الأعلى أو حزب الدعوة أو بعض الميليشيات التي أصبحت كالعصائب وغيرها أصبحت تعترف بها داخل هذه الحكومة كأحزاب سياسية، هؤلاء موجودون في
في البصرة وهم موجودون في الحكومة الاتحادية، وبالتالي على هذا الأساس فالمفروض يطالبون أنفسهم وأحزابهم لتنفيذ هكذا أعمال وصرف أموال على البصرة وإيجاد المشاريع بطريقة صحيحة. ثانيا، عملية السرقة التي تسرق من ميزانية البصرة ومن الأموال هي خاضعة للأحزاب التي ينتمون إليها، وبالتالي عملية تهريب النفط وعملية، وهي معلومة تماما، يسمى الرصيف في شط العرب، هناك عدة مكانات هي خاضعة لسيطرة الميليشيات، واليوم عندما يذهب التاجر إلى شط العرب حقيقة يتعامل مع ميليشيا وتلتجئ سفينته للوقوف على هذا الرصيف التابع للعصائب أو التابع لميليشيات بدر أو التابع لسيارة حكم عمار الحكيم أو التابع للصدر أو التابع لحزب الدعوة، وبالتالي هم يأخذون الأموال من جباية هذه المنافذ لهم ولأحزابهم دون أن يأبهون في البصرة. ثم عندما يطالبون في البترودولار مجلس المحافظة، أين 63 مليار تم صرفها ميزانيات البصرة المفروض تصرف على البصرة؟ 63 مليار دولار تعبر وهي أكبر ميزانيات دول مجاورة للعراق، بل هي تصنع من البصرة ربما حقيقة شوارع من ذهب، ليس محطات تحلية من الماء التي أصبحت حقيقة الآن لا أحد يتحدث عنها حتى في الدول الفقيرة والنائية، إنما المفروض اليوم يتحدثون عن مشاريع أكبر. لذلك هؤلاء الذين يطالبون هم جزء من عملية السرقة، وبالتالي الأموال تذهب. المشكلة أن أكثر من 15 سنة يعني نسمع عن عمليات الأعمار وعمليات البناء ولا نرى إلا مدينة متراكم فيها النفايات ومصاب أهلها بالسموم وبالسرطانات وبالأوبئة مع الأسف. يعني كارثة البصرة حتى نهش السرطان والكبد الوبائي أجساد أهالي البصرة مع كل هذه الحوادث. يعني من وجهة نظرك سعد القادر، البرلمان الجديد يمكن من وجهة نظرك أن يستجيب لمطالب هذه المظاهرات أم ماذا؟ البرلمان الجديد هم ذات اللصوص الذين سرقوا ما مضى ميزانيات حقيقة. اليوم العراق يعيش مديونية كبيرة، ولذلك هذا البرلمان لن يحقق شيئا، وإنما مثل ما كانت المشاريع الوهمية تصرف على الأوراق في سجلات محافظة البصرة وعلى أرض الواقع هي غير موجودة على الأرض مطلقا، فقط في سجلات وأوراق ورسومات وتصرف عليه الأموال، وبالتالي هؤلاء أيضا سيستجيبون كلاما وسيستجيبون على الورق، لكنهم على أرض الواقع لن يستطيعوا أن يقدموا للبصرة شيء، وليس هناك لأهل البصرة سوى أن يستمروا في تظاهراتهم وأن ينهضوا حقيقة نهضة، لأن الأجيال القادمة أمانة في أعناقهم، وبالتالي عملية أنهم يعولون على أن الأطراف الحكومية ستساعدهم هي ذات الأطراف التي سرقتهم. على هذا الأساس فإن للبصرة خيارا واحدا، أن ينهضوا لأن الحقوق تؤخذ ولا تهب. على هذا الأساس يمكن لهم في ذلك الوقت إذا ما نهضوا بعدما أن تنتهي المراسم الدينية لديهم في هذه المحافظات وأن يبدأوا بتظاهرات فاعلة حقيقية تمتد إلى اعتصامات مؤثرة، لن ينتزعوا أي من حقوقهم، وستتعمق مأساة البصرة على المستوى القريب والمتوسط حقيقة إذا ما كان هناك حقيقة جهدا من أبناء البصرة وشعبها، وأن يكونوا على قلب رجل واحد وأن ينهضوا ضد تلك الأحزاب التي تداومتهم والتي سرقت أموالهم، فالذين يعيشون بفضل حكم هؤلاء مأساتهم ومن انتشر عليهم من أمراض وغيرهم. شكرا لك أستاذ عبد القادر النايل الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من عمان.